انا مش قادر، عايز اي شك. انا بقعد بدعي ربنا، اقول انا هدعي ربنا النهارده ان انساه، الاقي نفسي بدعي ربنا ان لما اخش الجنه الاقيها هناك مستنيانا. ما لك حل؟ ما هي ايوه، ما انا عايز منك، عايز انساه. ما تقدر. اكذب عليك؟ ما تقدر. وما سمي الا عشق الا ان انا عايز في الجنه تبقى معايا انا، رغم انها متجوزه يعني، واكيد خلاص راحت عليك، هذا نصيب الله يوفقها. لهذا انا دائما انصح، ما تشوفني انصح اقول تزوج بمن تحب، لانك اذا لم تتزوج من تحب ستراها بطيفك ومنامك وباحلامك، ستراها كالظل تلاحقك، حينما تسمع كل اسم يشابه اسمها ستنظر اليها تظن انها هي. انا بخاف لما بنزل مصر، بخاف ادخل الاماكن اللي كنا بنروحها سوا. ستراها في كل الزوايا. طب وبعدين؟ ولا سأخبرك امرا، المحب اذا لم يتزوج بمن احب وتزوج باخرى وكان فعلا حبا بريئا عذريا شريفا طاهرا، لن يكتفي بنساء الارض، سيبقى يحبها. الحل لا يوجد، لا يوجد حل ان تكره فلان، مستحيل. مش اكرهها بس لا، ما يوجد، لا ينسى الحبيب، الحبيب ما ينسى. فالذي يحب، الذي يحب لا نستطيع أن نعلمه أن يكره. فلهذا أنت تقول لي كيف أنسى؟ أقول لن تنسى، خلاص ارضى بقضائك وقدرك وارضى بنصيبك. الآن تزوجت وعندك عيال، يعني حاول أن تجاهد نفسك، لكن كوصفة سحرية لا يوجد وصفة سحرية لنسيان من يحب. لا تلوم العاشق، إياك أن تلوم عاشقا أو محبا.